قعدتي باخر الليل جوعانه وبطنك تحكك وبنفس الوقت ما تريدين تاكلين وتسمنين؟ صح، جبتي لك طريقه عزيزتي الانثى تاكلين بدون ما ينبج ضميرك، صدقيني. يعني انا قاعده اصور لك الفيديو الساعه 2 بالليل يا قلبي، شنو شايله بايدي؟ شنو شايله يا ترى؟ لفه جبنه، طبعا شنو هذا الملفوف يا احبابا؟ هذا كيس خبز فاضي، يعني اللفه تنقط مع كاسة شاي ثقيلة مثل جنب بعض الأوادم. شو نسوي؟ منهش نهشة وإحنا قاعدات بمكان يمينا يسارا، نشفط شطة فورا. اللقمة ما تلحق توصل المعي الدقيق إلا وهي منتهية، فهمت علي شلون؟ لقمة حركتين، وإذا شغلتي أغنية مثلا دبشة زوري تقومين مثلا تدبشين وأنت قاعدة تاكلين، زاد يصير لقمة حركات شفت الشاي. اللقمة تتفاجأ تقولين وين كنت ناوية تقومين على مهجور المطبخ؟ هسا اقوم، هسا قايمة اليك من الصبح وانت تقولي لي هسا قايمة وسعي ادنى العصر والمطبخ لساته على حاله ما حركتي منه شي. المي بعد ابوز ايدين تقطع وصابع تقطع من كثر ما اظل واقفة ورا هالمجلة. شوفوا لكم شارع هالمي الحار، مددونا مي حار، جيبون يا مجزع الكهرباء. المي بارد قومي حطي لي الجدريه شيدان القحي على هالصوبة تاي تفارج المي شويونه، لو ايش حطيته من الصبح كان لسه قام يفور، هاي مو حجه. وان شاء الله بس ابوكي بقول له شي بنيق تطلع لنا شي ورثه، نلقى لنا مصباح على الدين السحري، نجيب مجزع الكهرباء ونصير مثل الخوارم والهوارم اللي شلون من عيونك تدللي يا سكدوشه. بس تشوفين مقابلتك تظلين تحشين وتطلعين شغل من جوا القاع، من جوا القاع تطلعين شغل وهم ما تشوفيني قاعده. ظلي النواب صيحي لسه مو كل الناس سمعوا حسك، لسه باخر الحاره ما سمعونا صيحي صيحي ظلي مطالع.